يا الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم سعر الفدان في محافظة الوادي الجديد. طبعا زي ما عارفين محافظة الوادي الجديد تمتلك أرض صحراوية أو أرض رملية، يعني كثير من الأراضي. وهقول لكم الفدان بتاعها عشان تشتريه بكام عشان يبقى ملكك. تمام، هنقول لكم بكل التفاصيل. لازم تتابع الفيديو للآخر عشان تملك أو تستفيد بكل معلومة. طبعا أول حاجة صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، عشان إنك تقدم الأوراق والكلام ده بتروح المجلس، بتروح مثلا في محافظة الوادي الجديد، في الداخلة، في باريس، في الخارج، كل الكلام ده بتروح المجلس أو أي مكان، والأوراق وتشوف الأوراق المطلوبة والكلام ده كله. المهم ان علينا ان سعر الفدان 20,000 جنيه، عشان ما اطولش عليكم. سعر الفدان 20,000 جنيه، تمام، ده سعره. وهنا تقول نهاية هذا الفيديو، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.